الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس الخامس، حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع القائمين على قضاء حوائجه. ما معنى القائمين على قضاء حوائجه؟ احنا شرحنا الدرس بس بنراجع عليه لنثبت المعلومة. تفضل. معنى القائمين على حوائجهم يعني يعني الذي يساعدك دائما، مثل عاملة البيت. ايوه، عاملة المنزل والخدم والسواق، اي شيء، اي انسان يخدمني، هذا هو القائم على قضاء حوائجي. طيب، كان عندنا مثال لواحد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. يقول: لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، والله ما قال لي أفاً قط، يعني ما نفخش في وشي، ما اتضايقش، ولا قال لي لشيء، لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. يعني يقول لي، ما قال لي أنت ليه عملت كذا، أو ما قال لي ليه ما عملتش ده، المفروض كنت عملت كذا. من هو؟ أنس بن مالك. أنس بن مالك من مكة أم من المدينة؟ من المدينة. خد لك جايزة، لذلك بيسموه الأنصاري. كم سنة خدم النبي؟ 10 سنوات. خد لك جايزة. ما معنى أف؟ أف في كلمة يستخدموها نستخدمونها لما نكون غاضبين. أحسنت، خد لك جائزة عند الضجر. طيب، قط، ما معنى قط؟ قط يعني ولا مرة. ولا مرة، ولا مرة قال له أف، يعني تضايق ونفخ في وشه. خد جائزة إبراهيم. طيب، خدم النبي 10 سنوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويدعو له، دعا له بشيئين، بشيئين، ما هما؟ الأولاد والمال. يكسر ماله وولده. وقلت لكم أن قد كسر ماله ورزقه الله بماذا؟ أولاد. لا لا لا، أنا بتكلم على المال. بستان تنتج هل من السنة مرتين بستان. حديقة تنتج في العام مرتين، بستان، وكانت في البصرة في العراق. خد جايزة عمار. طيب، هسأل هذه المجموعة، وبارك الله له في ولده، كم ولد؟ 120 ولدا من صلبه غير أحفاده. كان يطوف، خذ الجائزة عبد المحسن، كان مرة يطوف حول الكعبة ومعه كم؟ 70 ولد. خذ لك جائزة، 70 ولد من أولاده يطوفون معه حول الكعبة. هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكسر إيه يا سعود؟ ماله وإيه؟ وأولاده. خذ جايزة يا سعود. طيب، هو أنس بن مالك الأنصاري شاب نشأ في طاعة الله، أحبه الرسول وكان يمزحه ويدعو له بالخير. فوائد الحديث، ماذا نستفيد؟ ماذا تستفيد يا إبراهيم من الحديث؟ قضاء حوائج. إبراهيم هذا هو الطالب النموذجي الذي يتمناه كل معلم. طبعا في هنا طلاب نموذجيين كثير، ولكن إبراهيم لما يعلم أن هناك استراتيجيات وجوائز يأتي بالجوائز، ودائما معطاء كريم في الأدب والتهذيب، ما شاء الله. جزاك الله خيرا إبراهيم، خذ جائزة مما أتيت به، بارك الله فيك. طيب، يبقى رفق النبي، ومكانة أنس بن مالك عند النبي، والحث على حسن التعامل مع العمالة المنزلية. طبعا أنتوا كلكم على راسي ومؤدبين، بس أنا بقول لكم على إبراهيم يعني بزيادة، دايما على طول جايب الجوائز، هو عبد الرحمن، دول اللي بيشاركوا معنا في الجوائز على طول. القائمون على
قضاء حوائج النبي ثلاثة. تفضل يا محمد. أنس بن مالك الأنصاري. كم سنة خدم النبي؟ 10 سنين. خذ جائزة يا محمد. طيب والثاني؟ والثاني عبد الله بن مسعود الهذلي. أه؟ الهذلي. الهذلي. خلاص اللي شارك ما يعني انا عاوز حد ثاني. تفضل يا ابراهيم. عبد الله بن مسعود الهذلي ماذا كان يفعل؟ قول يا عبد الرازق. كان عنده بلغه. ها؟ بلغه. قول له عمار. وكان صاحب السواد السواده في مجلس الوساده. الوساده في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. اتعرف ما معنى الوساده؟ المخده. المخده يعني زي الشلتة أو اللي بيقعد عليها، المسند اللي بيجلس إيه عليه. ويحمل شواكه ونعيمه ونعليه وطهوره. يعني هو كان الوسادة اللي بيجلس عليها النبي كان بيجهزها له، والسواك بتاع النبي يعطوه له، ينظف له ويجهز له السواك. والطهور يعني لما يجي يتوضأ يصب عليه، يجهز له المية والمكان اللي هيتوضأ إيه فيه. ونعليه لما يجي يقوم يجهز له النعليه. هذا كان كل الناس تتمنى ان تفعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كان مخصص لذلك. عبد الله ابن مسعود الهذلي صاحب الوساده ويحمل السواك والنعل والطهور. اما عقبه بن عامر الجهني كان عنده زي الحصان بغله. وكل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يبي يطلع يوصل له، يبقى يقود بغلة النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. خذ لك جائزة عبد الرازق. يقود بغلة النبي في سفره. يبقى كم واحد يا عبد الله؟ ثلاثة. ثلاثة يا عبد الله. ثلاثة. تعرف تقول لي واحد منهم يا خالد؟ تعرف تقول لي واحد منهم يا محمد؟ شكرا محمد على الانتباه الجيد يا محمد. انت وخالد قول يا ابراهيم. واحد من الثلاثة الذين خدموا النبي. انس بن مالك. انس بن مالك. انس بن مالك. وعقبة. انس بن مالك الانصاري. ايوه طيب هنقولهم كمان مرة. انس بن مالك الانصاري، عبد الله بن مسعود الهذلي، عقبة بن عامر الجهني. عقبة بن عامر الجهني مخصوص بيه عبد الرحمن، مخصوص بيه ابراهيم. يقود بغلة النبي. خذ لك جائزة ابراهيم. طيب وعبد الله بن مسعود الهذلي كان صاحب الوسادة. خذ لك جائزة. ناصر. وانس بن مالك. انس بن مالك دعا لا يعني شغلانته ايه؟ اين يخدم النبي؟ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. خذ جائزة ناس. 10 سنين يا محمد. من الذي خدم النبي 10 سنوات؟ أنس بن مالك الأنصاري. ما معنى الأنصاري يا عبد الله؟ معنى الأنصاري ما فيش مرة عبد الله تنصفنا. عبد الله ها؟ من المدينة. يعني من المدينة. الأنصار هم أهل المدينة. الأنصار أهل المدينة. يبقى الأنصاري يعني من المدينة. خدم النبي 10 سنوات، ما قال له أفا قط، ولا ما ولا لما فعلت ذلك، ولا هلا فعلت كذا. والنبي كان يحبه ويدعي له ودعا له بكثرة المال والولد. محمد، النبي دعا لمين بكثرة المال والولد؟ ها؟ أنس بن مسعود. ها؟ دعا لمين؟ عبد الله بن مسعود الهذلي. والله ما حصل، والله ما حصل. لأنس بن مالك. أنس بن مالك دعا له بكثرة المال والولد. بقى عنده كم ولد؟ 120. وبستان وبستان في البصرة. ينتج محصوله مرتين في العام من بركة. ماذا نتعلم من هذا؟ لا لا لا، ناخذ محمود بقى. ماذا تتعلم من هذا الدرس يا محمود؟ ماذا تعلمت مما قلناه؟ الله يجعلك ماذا تتعلم من هذا الدرس يا نادر؟
لما بقول لك خليك معايا نادر بتزعل وزعلان وبتباوز يا نادر. استفدت شيء من الدرس؟ ما استفدت اي شيء؟ ما استفدت اي شيء يا محمود؟ ماذا تعلمت من هذا الدرس يا محمد؟ تعلمت ان هذا انا في يوم القيامة اسمع كلام النبي وكل شيء. يوم القيامة بس؟ لا يعني تستنى اليوم القيامة تسمع كلام النبي؟ لا في كل شيء. امتى؟ ها؟ الان ولا هو يوم القيامة؟ الان اقتدي بالنبي. تفضل يا خالد. مساعدة من؟ النبي ومساعدة الاخرين. طيب تفضل يا ابراهيم. الاسلام يحس على حسن معاملة العمالة والخدم يحسن وان يحسن معاملة. طيب انت سمعت ابراهيم قال ايه يا محمد؟ انت ومحمد سمعت ابراهيم قال ايه؟ قول لي قال ايه؟ قال ايه يا محمد؟ طبعا هذا مثال للطلاب الغير منتبهين. زميله بيقرأ سألتهم ما عرفوش. إبراهيم بيقرأ ويقول وهم برضو يتكلموا مع بعض. في الآخر ما تطلع شيء، ما تستفيد شيء. يكلمك ما تردش عليه. قل له إبراهيم تاني. أن الإسلام يحرص على حسن معاملة العمال والخدم ويحسن معاملتهم. ويحسن معاملتهم. الإسلام استفدنا أن احنا نحسن معاملة العمال والخدم ونحسن معاملتهم. شكرا لكم أيها الأبطال المنتبهون.